ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. موضوع إعادة إعمار سوريا هو موضوع مطروح من فترة للتانية بأرقام وتقديرات بتختلف بين الحكومة السورية والتقديرات الدولية، وفعلياً ما في لهلأ دراسات دقيقة ومتكاملة عن حجم الدمار بسوريا وتكلفة إعادة إعماره بسبب استمرار العمليات العسكرية من جهة وتعدد أشكال وأسباب الدمار من جهة تانية. وكل الأرقام يلي منسمعها هي عبارة عن تقديرات لناشطين أو هيئات سياسية أو هيئات صاحبة مصلحة بالموضوع. بنهاية سنة 2017 كشف المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا خلال مؤتمر صحفي عن كلفة إعادة إعمار سوريا يلي تدمرت بنيتها التحتية بشكل شبه كامل، وقال إنه التكلفة رح توصل ل 250 مليار دولار على أقل تقدير. أما الحكومة السورية فرقمها كان أقل من هيك بشوي، وصرحت بأنه تكلفة إعادة الإعمار حوالي 195 مليار دولار. أما تقديرات الناشطين فبعض اعتمد على التقدير على أساس المدن والمحافظات شبه المدمرة اليوم، وهن 9 محافظات بمدنها وأريافها تعرضت للدمار من أصل 14 محافظة بسوريا، وبتتفاوت نسبة الدمار بيناتهم، فبحلب لحالة بتتجاوز الخسائر 50 مليار دولار. والبعض الثاني اعتمد على عدد اللاجئين والنازحين السوريين، واللي بتدل أرقامها على وجود أكثر من 7 ملايين لاجئ ونازح، بينهم حوالي 4 ملايين بالدول المجاورة تركيا والأردن ولبنان. بيفترضوا أصحاب هاي النظرية إنه أغلب اللاجئين والنازحين هن الناس خسروا بيوتهم، مشان هيك بيبنوا تقديراتهم على أساس تكاليف إعادة إعمار 4 ملايين بيت، وهي التكلفة توصل لأكثر من 150 مليار دولار. ومع هيك ما فينا نعتمد على هاي التقديرات، لأنه مو كل مين ترك بيته وسافر هو بالضرورة خسر بيته، ممكن يكون ملاحق أمنياً وهذا يلي خلاه يطلع. أما بحسب منظمة إعادة الإعمار السورية يلي بتشتغل داخل سوريا على دراسة أوضاع الدمار وتقديرات تكاليف إعادة الإعمار، تكاليف الإعمار ممكن توصل ل 500 مليار دولار إذا أخذنا بعين الاعتبار الدمار الهائل يلي صاب البنية التحتية، مثل إزالة الأنقاض ونزع الألغام وإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق العامة مثل الطرق والجسور والكهرباء وشبكة المياه والتليفون الثابت والجوال وغيرها. وهي الأمور ممكن تكون تكاليفها أكثر من تكاليف البناء بحد ذاته. عموماً بين الـ 195 مليار والـ 500 مليار في بلد مهدم ومكسور لازال عم بيتعرض للدمار بشكل يومي نتيجة أعمال العنف والقصف، لتزيد تكلفة فاتورة الإعمار بشكل يومي وبنسبة كبيرة. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.